السلام عليكم، مرحبا ومسهلا يا جماعة الخير. شوفوا، عشان أكون معكم واضح وصريح، ما حد راح يحس بالمعاناة إلا الشخص اللي جربها. في بعض المقاطع هذه أدري إن الشخص اللي قدامي كذاب، ولكن يا جماعة الخير تعرفون المثل اللي يقولك الحق الكذاب لين باب بيته وشوفوا شو يصير معاك. يا جماعة الخير الشيء هذا إذا ما صورت عليه مقطع ووريته الناس ووريته المتابع، يوم من الأيام راح ينصرق. نعم يا جماعة الخير، هذا هدفي الوحيد من هذه السلسلة. قبل ما نبدأ في مقطع اليوم، لا تنسى تضغط على لايك وتشترك في القناة، بقينا شوي على المليون متابع. الله مليون وحنا مع بعض، يا سلام. طيب خلني اقول لكم السالفه من البدايه للنهايه. واحد من العيال يبغى يشتري سياره مرسيدس، قال لي اسامه دور لي لانك شوي اخبر في السيارات، دور لي، فاخوياك يعني عندهم نطاق واسع من السيارات. قلت له ابشر ما عندك مشكله، حتى والله العظيم اتفقنا اتفاق ان الشخص اذا كان اللي راح يبيعنا معرض وباعنا وما غشنا وراعانا في السعر وسهلنا الامور، راح نقول له احنا عندنا قناه في اليوتيوب وراح نسوي لك اعلان. كان والله العظيم هذا هدفنا الوحيد. المهم هذا شخص يا جماعه الخير داخل السعوديه قاعد يستغل الناس اللي داخل السعودية، والشخص هذا ما هو بسعودي، ما هو بسعودي، عندي مكالمات مسجلة من البداية للنهاية انه ما هو بسعودي نهائيا. المهم حصلت يا جماعة الخير سيارة مرسيدس 2018 ماشية 83,000، كان في نفس الوقت هذا في الليل. رحت يا جماعة الخير على طول والله العظيم من اول ما صحيت شغلت الكاميرا، سعرها 80,000 والسعر مرة بسيط، يعني فرق 100,000 او 120,000 ريال. قلت الموضوع فيه انه خلوني اتواصل معه. الاتصال الاول يا جماعة الخير سجلته، والله اني كنت توني صاحي من النوم مالي ولا 3 دقائق، ولكن رحت شغلت البي سي وشغلت الريكورد، انا على طول عندي الريكورد من اول ما اضغط حرف على طول يسجل، شغلت كل شيء لما تغير الاصوات لتجنب المساءلات القانونيه. طيب اول رساله يا جماعه الخير كتبت له المرسيدس موجوده؟ قال لي هلا اي نعم موجوده، قد صور لها. قال لي ابشر 2018، وارسل لي فيديو كامل عن السياره. بعد يا جماعه الخير كتبت له بكم حاد السياره؟ قال السياره على شرط الفحص والسعر 80,000. تمكانك وين؟ قال لي انت صامل تبي السياره؟ قلت له بجي اشوفها. بعدين قال لي مكانه اللي هو عفيف، قلت له ابغى افحص السياره. قال حياك الله. قلت موديل كم هي؟ 2018. قلت فيها صدوم؟ قال السياره وكاله. قلت له اخر 80 كم؟ ونتقابل بالرياض وبمركز فحص بكره ونفحص السياره ونشيك عليها. قال لي انت في الرياض؟ قلت له يب. قال لي والله مشغول، اعطيك رقم صاحب المعرض. قلت عطني رقمه. قال الحين انا ودعت السياره في المعرض، قصده بكلمه ودعت يا جماعه الخير ان حط السياره في المعرض. قلت تقدر ترسل لي الاستماره حقه السياره؟ قال انا مشغول عندي مريض. كتبت له قدامك العافيه يا رب، موجوده عند صاحب المعرض. قلت له هات رقمه، تقدر تدخل توكلنا خدمات تعطيني استماره السياره يا شيخ؟ قال قل له سياره ابو علي. قلت له ابشر بس الرقم. بعد ارسل لي الرقم يا جماعه الخير. نروح للرقم، في اول رساله كتبت له السلام عليكم، كلمت ابو علي عشان السياره وقال لي خلص مع المعرض. هلا وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا. كتبت له نهايه 80. ابد ارحب يا الحبيب، هل المرسيدس 18؟ دق الله يحييك، دق الله يستر عليك. مرحبا، اهلا وسهلا. ارحب يا الله يحييك. اهلا وسهلا يا شيخ، كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. والله طيب، سمع صوتك الطيب، يا مرحبا. راجع لك سالم. المرسيدس موجوده؟ حقت ابو علي، الله الله يا الغالي، هذه موجوده. اي لا اله الا الله، وين مكانك فيه انت؟ عفيف يا الحبيب. طيب تجيني الرياض عشان نفحصها وتعطيني سعرها من الاخير؟ الرجال طالع فيها 80,000 اخوك، الرجال الصامل الله يبارك له. مره يعني ما عنده نيه ينزل؟ والله 80 سعرها انت تعرف وانا اعرف، لكن الرجال عنده ظروف اللي حددتها على البيع وانا اخوك. طيب تجيني الرياض؟ اخلص لك امورها من المعرض واشحنها لك، ابشر. لا ابغاك تجيني الرياض نفحصها ونشيك عليها. السيارة كلها بواشر يا محمد، لين جدتك زي لك عقد مبايعة بالامور دي كلها، وفحصلك السيارة وارسلها لك، وطلع فيها غير الكلام ده احنا نتحمل القيمة كاملة. لا انا ودي بالشيء يكون قانوني، فهمت؟ قانوني العادة المبايعة كلها بواها انت تدقق ابشر الله يوفقك. اي بس تتعامل مع معرض، من تتعامل مع شخص. طيب معليش معليش دقيقة، عفيف كم تبعد عن الرياض هي؟ والله تبعد لها ابو 400-500 كيلو كذا، وانا فوق كلها اكثر شويات. طيب انا شكلي بجيك عفيف، تمام؟ طيب واشوف السيارة واشيك عليها. الله يحييك والله تشرفنا يا الغالي. يا جعلك سالم، بس السيارة لا تروحي. ارسل عربون احجز لك السيارة، ابشرك انسل اعلانها على طول ابد والتزم معك على طول. انا ودي نشوفها وابشر بالخير. الله يبشرك في الجنة يا الحبيب، السيارة عليها اعلان، فيما يتواصل انا مع المعرض مباشرة على السيارة وانا فوق. لكن عربون جزء ملاحظة في السند، ان لم تتم المبايعة العربون يسترد من الحساب، ان لم تكن السيارة مذكورة على كلام المعرض وصاحب السيارة مشروط. دقيقة بالله، انا وشكلي بحرك لك الحين واجيك وخلاص انتهت السالفة. ابد الله يحييك، لكن والله دون عربون الوجه من الوجه ابيض يا ابو محمد، اكون صادق معك، السيارة والله في معي تواصل عليها. انا بجيك انهي من اللي معاه الكاش يجيني. الله يحييك والله تشرفنا يا الغالي، لكن اقول لك عليك حرك على مسؤوليتك. ابد الله يحييك.
لكن الوجه من الوجه ابيض بالعربونه اللي التزمت معك على طول وثبت السياره عليك 80,000 الله يبارك لك على الفحص. كم عربونه هي؟ عربونه وانا اخوك ما نبقي لك لا 10% ولا شيء، عربونه 5,000 من قيمه السياره. طيب معليش تقدر ترسل لي الشاصي بس حق السياره، هي السياره وارد ايش؟ وارد جفاني الحبيب السياره. طيب تقدر ترسل طيب تقدر ترسل لي رقم الشاص، وانا كلمت ابو علي قلت له ابغى استماره السياره، قال لي مع راعي المعرض، فارسل لي اياها بس بشيك عليها. ابشر تواصل معي على الواتساب ومن كلام، انا ارسل لك بيانات السياره ابشر، لكن ابي من كلام بعدين يا الحبيب، الجهاز مصامل عليها عشان اكون بعد ملتزم معك، عشان ما ارد على احد ولا التزم مع احد. اي صامل عليها انا باذن الله، اذا ما فيها صدوم اذا ما فيها صدوم ما فيها شيء والسياره زينه انا شاري والله. ابد خلاص تم. ابد ابشر ابشر. ارسل لي استمارتها بس وارسل لي رقم الشخص. قبل المكالمة هذه أنا ما تواصلت مع الرقم هذا على طول، وصلت على رقم وقال لي إنه صدق يبغى يبيع السيارة، والرقم هذا وداني الرقم ثاني، والرقم الثاني وداني الرقم ثالث. ترى شوفوا في فكرة سووها مجنونة. أعلمك أبد الله يحييك، أنا فاقي موجود الله يحيي، ما أنا بقاي لك إني من جهة النصيب الله يبارك الرأى، النصيب أفرد على زباين الرجال الله يوفق. أخوي بيجيك واحد العصر اليوم بإذن الله، يا العصر يا المغرب، بيجي يشوفها وينهي أمورها وكل شيء، فلوسي معه. وارسل لي هنا يا حبيب خاطرك، بدي برد على زباين الرجال الله يكتب الخير راح النصيب. اذا تمام رد عليهم، اذا ما بعت علمني. طيب طيب طلبت منه انا استماره السياره وطلبت منه كل شيء وارسل لي اياها، قال اهم شيء انك صامل وكل شيء. قلت له راح صور لي جوا السياره، وراح وصور لي جوا السياره. بعدها انا على طول نزلت للوالد سلمت عليه، هلا يبا كيف حالك طيب، يبا في سياره ما ادري ايش، وابوي يعني عنده خبره في سيارات كلسامه، سياره هذه وين؟ مستحيل 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 بالسعر ذا. عطنا اسم المعرض حقه، بنرسلها الرجال في عفيف يروح يشوف المعرض. قلت خلاص، ولكن متى راح يشوفه؟ راح يشوفه بعد 4-5 ساعات. انا يا جماعه خير يوم ارسلت المقطع لاخوياي، هو قاعد يقول ان السياره واقفه في المعرض، والمكان اللي واقفه فيه في الفيديو مو مكان معرض، هذه كانها واقفه في البيت. بعدين يا جماعه الخير اتصل لك، بعدين كتب اي عندنا. قلت له كم سعرها؟ قال دقيقه بس. قلت له تمام، سعر السيارة 80,000 والممشى 86,000. قلت له أنت صاحب المعرض؟ قال لي إيه. قلت له طيب نتقابل في مركز فحص في الرياض؟ قال ما في خلاف، تواصل مع أبو فهد. بعدين قلت له نفحص السيارة كاملة. قال تواصل مع أبو فهد هو يخلص معاك. قلت له ورني رقمه، وأعطاني رقم الشخص اللي قبل شوي كنا قاعدين نكلمه. قلت له إيه هذا كلمته، يقول تعال عفيف وعطني عربون. قلت له أنا كاشي جاهز، تعال نتقابل ونخلص معاك ونعطيك حق طريقك. قال والله يا أبوي يعني نجي للرياض وما في ربط الكلام بيننا، هذه صعبة شوي. قلت له أنا شراي الشيخ. قال لو ما بغيت تحول عربون خلاص تعال عفيف. بعدين كتب لي طيب وحنا فاتحين المعرض عشان نبيع. قلت له ابو فهد قال لي اجيك عفيف، قال لي حول عربون وتعال شف، عربون ما معي، معي كاش. قال طيب انا فهمان عليك، انا فهمان عليك، انت خايف على حقك وهذا الشيء حقك طبيعي، ولكن لو بغيت تضمن حقك ارسل صوره بطاقتك ورقم ابشر، افوض لك السياره على ابشر وتحول فلوسه على حساب ضامن اللي فيه ابشر، وكذا تضمن حقك ونضمن حقنا. لحد الان يا جماعه الخير قاعد يغريني. قلت له ابغى افحص السياره بس قبل لا يصير شيء، احرك عفيف الان اجيك بوصلك 12 الليل. يا ابوي الفحص ما عليه، بعدها نطلع للرياض فحص كمبيوتر. قال انا ارسل لك السياره تفحصها وتشيك عليها، ولو كان فيها خلاف تسترد فلوسك من حساب ضامن. قلت له انت موجود في المكتب؟ اخلي احد يجيك بعد العشاء؟ اها هنا يا جماعه الخير قال لا والله لو كنت في المكتب كان كلمتك اتصال. قال وانا الحين مشغول شوي، راجع نفسك، لو بغيت نقلك تفويض كلمني فمان الله. قلت له تمام. شوي رد علي صديق الوالد وقال لي ان ذاك المكان ما في لا معرض، وسالنا كل اللي هناك الشريطيه الموجودين قالوا ما في معرض بهذا الاسم. اتضح لي في الاخير يا جماعه الخير، بعد الخير اتصلت عليه ما يشبك، يجيني طوط طوط طوط، ارسلت له ما يشبك ابي اتصل لك يرفض. شو المعرض ذا اللي صاحي لين 2 الليل؟ هذا مو معرض هذا سواليف. ايوه اتصل اتصل برضه، اتوقع ما عنده شبكه. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ كيف حالك؟ مرحبا يا شيخ الله يحييك يا مرحبا. عسى ما اتصلت عليك فوق سيء بس. لا والله يا حبيبي، لكن شفتك انك تبي تدق قلت بشوف الرجال وش على معاملني يا حبيبي. يا جعلك سالم، السيارة للحين موجودة؟ حقت ابو علي 18. اي ابو علي 18 الابيض. اي نعم من مرسيدس. الله الله موجودة. طيب شو الطريقة؟ السيارة كم لها وشي واقفة عندكم؟
والله بقالها أكثر من 3 أيام وأربع أيام ولا كذا ونهو. طيب السيارة واقفة من قبل جاية من برا ولا كان استخدامها في السعودية؟ استخدامها في السعودية الرجال أبو علي مالك الرجال، لكن عنده ظروف اللي حددتها على بيع السيارة ونهو. طيب أنا ما عندي مشكلة، ولكن هل السيارة قد فحصتوها وديتوها فحص؟ يمكن أبو علي ذا أنت عارفه زين، لأن أنا ما أعرف إلا أنت راعي معرض، بس أبو علي هذا ما أدري من هو. يا أبو الولد الله يحفظه إن شاء الله. أيوة أبو من الله يحفظ الولد إن شاء الله. أبو صالح. والله نعم يا أبو صالح. آمين يا رب. يا أبو صالح شف علي الله يوفقك، الله يحفظ لك صالح إن شاء الله. السيارة كله أبوها شر. طيب أنا ودي فيها الصدق، ودي أخذها، ولكن ما أدري وش الطريقة الحين. أجيك بكرة ولا حول لك عربونك الحين وتمسكها؟ والله يا الحبيب تحول عربونها وامسكها لك أبشر. طيب الحوالة عندكم وش الطريقة، بنك ولا كيف يعني؟ ما أدري كيف يا الحبيب. يعني أحول لك إياها من البنك ولا سي سي بلاي ولا الله يسلم كوستر يونيو ولا وشو بالضبط؟ حبيب من صرافتك على صرافتنا الله يزي خير وخلاص. اي بس تم وش البنك حقكم؟ والله يا الحبيب البنك اللي متوفر ارسلك للكلام ابشر. طيب بالله معليش يا شيخ اسمك بالله اول اسم بس. معك عبد الحميد. عبد الحميد اما انتك بالله السيارة نظيفة؟ والله لو فيها شيء يا حبيب اعطيتك علومة كاملة يا الغالي، الموتر كله ابو شر. انا والله العظيم يعني اني بادفع عربون وانا ما ادري وش فيها، ولكن خلاص كني ارتحت، فهمت الموضوع، كني ارتحت السيارة. والله يا ابو محمد ما اجبرك انا لا على عربون ولا على شيء. انا ودي اني ادفع عربونها بس عشان ما تروح، لاني حصلتها شوي يعني سعركم شوي نازل فيها، فهمت؟ السيارات الثانيه شوي اغلى، فهمت؟ ابد توكل على الله، انا اعطيتك علمها يا الحبيب عربونها 8000. لا قلت لي عربونها 5 قبل وانا جبت الخمسه، فهمت؟ خلها 5 يا رجال واجيك يوم الاحد باذن الواحد الاحد. لا اله الا الله، لا اله الا الله، ابد توكل على الله يا الحبيب ابد. خلاص ما في مشكله، ترسل لي طيب رقم حسابك؟ ابشر ابشر. الله لا يهينك يا شيخ وابيض وجهه، شكرا لك حرفيا. شكرا شكرا. الله يجزيك الله يستر عليك، الله يستر عليك. الله يسعدك، ارسل لي اياها على الواتس خلاص. ابشر ابشر يا حبيب، الله يعطيك العافيه. يا مرحبا يا مرحبا. والله من الكذب، والله من الكذب، بس انا استحي على وجهي ان اقول قدامه ترى كذاب، والله اني استحي. ليه؟ لانه شخص كبير. خلنا نشوف يرسلنا رقم الحساب ونشوف. يا جماعه الخير ارسلت له هنا، ابي رقم الحساب واحتري يرسل اخوك حسابك، بقول له الانماء والراجحي. طيب ارسل لي بنك الاهلي، قول ارسل لي الايصال له انت، بقول له ابشر احول بس واجيك، بقول هذا الاهلي. انا ايش بسوي الحين يا جماعه الخير؟ عندي صوره البنك الانمو هو معلق، تطبيقهم امس معلق، برسل له بقول البنك معلق، بس خلوها شوي نعطيه وقت يا جماعه الخير ونرجع نقول له معلق. رب البيت انك طحت في يد واحد ما يرحم، قسم بالله العظيم اني ما اخليها تعدي، تمام؟ وجعل الفلوس اللي خدتها حرام من الناس جعلها يا رجل ما تكفي علاج عيالك. اتضح لي في الأخير يا جماعة الخير أن الناس اللي قابلتهم هذولي عصابة يا جماعة الخير، وانتبهوا منهم. أنا أحذركم، تسمع كلامهم تقول والله العظيم كلامهم سعودي، ولكن لو تركز في الكلمات شوي، أنا لو أفك الفلتر على الصوت راح تعرف أنه مو سعودي نهائيا. يعني ما في أحد من برا بيجي يبيع سيارة جوا وهو يعني ما هو موجود جوا البلد. في الشيء اللي قدامك هذولي، العصابة هذه مرة خطيرة منتشرة بشكل مرة كبير في الآونة الأخيرة. حبيت بس إني أبلغكم هذا المقطع والله العظيم إنه للتبليغ، ولا أدري أصلا ليه أبغى أصوره المقطع هذا يا جماعة الخير، بس التبليغ. لهنا وصلنا نهاية مقطع اليوم، وأشوفكم في أمان الله. السلام عليكم، واكتب لي رأيكم تحت في الكومنتات، تارك موقف هذا أو لا، وشاركه للناس اللي يبغون يشترون سيارات ينتبهون من الاحتيال. سلام.